इस प्रोजेक्ट की कोऑर्डिनेटर बनने से पहले मैं इस साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए एजुकेटर के तौर पे काम कर चुकी हूँ। और जब ये इस पोजीशन के बारे में सुना, दरअसल मेरी अपनी एक दोस्त को ब्रेस्ट कैंसर अर्ली 40s में हो गया था। उससे जो मेरे दिल को बहुत तकलीफ़ पहुंची और मैंने उसके मसाइल अपनी आंखों से बहुत करीबी तौर पे देखे कि उसका घर, उसकी सेहत, उनसे जो उनसे उनके जो मसाइल उससे पैदा हुए, उसने मेरे दिल को बहुत نوع السرطان الثدي السيدة دي اكتشفته عندها هو كان في المرحلة الثانية، كان موجود في الأوعية بتاعة اللبنية. 我是去年8月份偶然间就摸到了那个地方有一个硬块。然后我就去找家庭医生去看，然后做 mammograph 和 ultrasound， 最后biopsy， 最后就定下是乳癌了。Por obvias, obvias razones, como su nombre lo dice, pero la idea básicamente que nosotros tenemos con este proyecto es prevenir todos los aspectos en salud y efectivamente sobre el cáncer de seno. El cáncer de seno es una de nuestras banderas dentro del proyecto, dentro del programa, y lo queremos hacer acercándonos a las comunidades de inmigrantes en sus propios idiomas. Es así como estoy trabajando junto con mis 5 colegas y me encargo de la comunidad latina en este aspecto. Breast health awareness, logo mein, khawateen mein paida karne ki koshish karte hain, workshops ke through, pamphlets first languages mein chhap ke, hindi mein, gujarati mein, punjabi mein, taki khawateen ko aaram se apne breast cancer ke bare mein apni zuban mein aasani se samajh aa jaye. Dusra hamara ye hai ki hum display booths aur workshops karte hain jisme kafi sawal aur jawab hote hain, khawateen ke jo sawal hote hain unko jawab dete hain, aur unke liye hum mammogram bhi book karte hain. جو لوگوں کو زبان کا مسئلہ ہے اور وہ اپنا میموگرام خود بک نہیں کروا سکتے، یا جن کو ایون آنے کا بھی مسئلہ ہے تو ہم ٹرانسپورٹ ارینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا حصہ ہماری سروسز کا بریسٹ کینسر سپورٹ پہ مشتمل ہے. جن لوگوں کو بریسٹ کینسر ہو ان کو ہم ون ٹو ون بھی سپورٹ دیتے ہیں، یا پھر سپورٹ گروپس ہیں، اسپیشلی چائنیز کمیونٹی میں ایک بہت بڑا سپورٹ گروپ ہے. اسی طرح مختلف خواتین جو بریسٹ کینسر سے متاثر ہیں ہم ان کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں. 然后我自己在当中也学到很多的东西和经验，每一次的讲座每一次的乳房 X 光检查活动，以及每一个月那个乳房患者生存者的聚会，他们给我的肯定就是给我最大的支持，我用心去做好这一份工作。Thank you. Per heart educator حواقف او مرتي كهضو مرتي عن عفماتك او مال دتك او تو او لحرير او شيغو ان كارتك محل هاي حيالها او لغور مركا انت قفك جرو انت مال بس ساوث ايجن لیکن ہمارا جو پروجیکٹ ہے وہ 6 کمیونٹیز پر مشتمل ہے. ہم 6 کمیونٹیز کے لیے کام کرتے ہیں. ان میں سے ایک چائنیز ہے، ایک عربک ہے، ایک ویتنامیز ہے، ایک ساؤتھ ایشین ہے، ایک صومالی ہے اور عربک ہے. سو انا شخصيه مجهوله. القصه اللي انا برويها قصه حقيقيه حصلت هنا في المدينه. السيدة ديت جات هنا في المدينة من 5 سنين فاتت. هي اكتشفت ان عندها المرض من هي كان عندها في العائلة حالات سرطان بس من نوع اخر، ما يجيلها سرطان الثدي. اكتشفت ان ليها بنت خالة جالها سرطان الثدي، فبدأت تبحث عن الموضوع وتهتم بيه أكتر، وبدأت تفحص نفسها دوريا بانتظام لحد ما وجدت في صدرها نتوءات. أما وجدت النتوءات دي راحت للدكتور العائلة بتاعها. الدكتور العائلة بتاعها بعتها إنها تعمل الماموجرام.
وبعتها انها تعمل فحوصات وخدت عينه من الثدي بعد كده اهوت. وهي بتعمل فحوصات وماموجرام وبتاخد العينه من الثدي. الممرضه اللي هناك ادتها الرعايه الكافيه وطمنتها وشجعتها وقالت لها ان في جراحه ممتازه تسال الدكتور بتاعها علشان يحولها اليه. بالفعل راحت للدكتور بتاعها طبيب العائله وطلبت منه ان هو يعمل تحويل للجراحه ديت. وقد كان راحت للجراحه والجراحه قالت لها ان هي حالتها محتاجه عمليه. العمليه ديت كانت عايزه الدكتوره الجراحه تعملها في اقصر وقت ممكن في اسرع وقت، لكن قد تصادف في هذا الوقت ان زوجها ما كانش موجود في البلد، كان بيشتغل في مكان تاني، كان بيروح ويجي، فكان في الفتره دي ما كانش موجود. فطلبت منها انها تاخر العمليه لمده شهر لغايه ما جوزها يرجع عشان تستشيره مع اولادها وتشوف هتعمل ايه بالظبط. وبعد كده دخلت على العلاج بالكيماوي، وبعديها عملت بتدخلت اللي هو العلاج بالهرمونات. ان هي كانت بتقول على موضوع العلاج الكيميائي ان هو هي 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 بيوقع شعرها، يوقع شعر جسمها. هي قالت لي ان شعر راسها خفيف، فكانت بتقول يعني كنت آملة ان لما أبطل العلاج الكيميائي وشعري يرجع تاني ان شعري يتقل شوية، لكن دوات ما حصلش لان شعرها رجع زي ما كان في الاول. الدعم الجامد وولادها لدرجة برضو من الحاجات اللطيفة ان كانت بتقولها ان لما كانت بتقعد في البيت اثناء العلاج الكيميائي كان زوجها بيقول لها إيلاعي الطرحة او الطاقية اللي انت لابساها في البيت، خليكي طبيعية، انت حلوة زي ما انت، مش محتاجة ان انت تحط طرحة او حاجة على راسك عشان تدري ان مفيش شعر، احنا عارفين ولادك عارفين. بنتها كانت بتروح معاها لانها كانت لازم انها تبقى في حركة دايما عشان المرض ما يتمكنش منها والحالة النفسية، فكانت بتتمشى معاها وتخرج معاها في المولات. السيدة ديت نصحتني ان احنا لازم 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 وضروري ان احنا نوعي السيدات الموجودة، ان ممكن تكون واحدة ما تعرفش ان عندها المرض وفجأة تكتشف ان عندها وتكون في حالة متأخرة، فلو اكتشفته في البدري يبقى أفضل لأن علاجه بيبقى أسهل وأسرع. وهي تتمنى أنها كانت تعرف عن البرنامج بتاعنا إن إحنا موجودين في المدينة، لأنها كانت محتاجة إنها تتكلم مع حد يكون مر بنفس المراحل من نفس اللغة بتاعتها من نفس الثقافة بتاعتها، بتبقى أسهل كتير من إنها تتكلم مع حد صعب إنها تتكلم معاه بسبب اللغة أو عوامل أخرى. 来到加拿大以后第一次听到乳癌是因为我的两个朋友他得了乳腺癌，然后我才知道哦，那乳腺癌也会在中国人也会得乳腺癌的，以前在电视上看呢总觉得应该是白人得的比较多，中国人大概很少，因为我们的食物结构啊，我们的人种不一样。 他们两个得了乳癌以后，才让我自己敲了警钟，这个也许会发生到我的身上。现在回头想想，其实没有那么难，但当时走过来的时候就觉得，随时有一种想放弃的感觉，因为尤其是化疗的时候，经常会。非常的虚弱，非常的那个身体不舒服。当时能让我走过来，我有很多朋友经常给我打电话，然后我的家里人也很支持我，所以他们经常要鼓励我，很快就好了，很快就看到希望了，这化疗完了就没有什么了。尤其是我那两个朋友，他们都经历过那个乳癌，然后他们。
就是说没关系的，你看我们现在都很好的，你走过来就可以了，所以总让我看到希望，所以困难就不是太多了。而且我还有一个朋友，他和我一块儿就我们同时做化疗，同时做手术，所以我们经常会就是交流一下想法什么，然后我们互相鼓励，所以就这个过程就不是很难了，因为不是觉得自己很一个人在那儿经历着所有的事情。मेरा नाम सादी अनवर है और मैं प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ मल्टी कल्चरल ब्रेस्ट हेल्थ प्रोजेक्ट के। وحوس سعيد أحمد وهاي قصة مالية وكنول مجلد إدمنتون بركة شدوة. 我的名字叫，我是环社区的乳房保健员。Cuando nosotros estábamos hablando de prevención, la gente hace muchas preguntas, la gente anda medio informada o desinformada, y ahí es cuando nosotros encontramos en nuestro trabajo un agradecimiento especial, porque cuando una mujer está educada, cuando uno ve en esas caras el reflejo de que han entendido una información, para nosotras es todo, y para nosotras es como la sensación de la labor cumplida. Así que para mí es muy muy especial trabajar con mi comunidad aquí en estas lejanas tierras, muy lejanas de nuestros países hispanos, en una entregándoles a ellas toda la educación con respecto a la prevención del cáncer de seno, a cómo vivir saludables, a cómo sentirnos saludables y obviamente en sus idiomas maternos. Coger este trabajo es porque me siento muy comprometida con todo lo que tiene que ver con salud, tal vez porque mi background o lo que yo hacía en mi país tiene mucho que ver con salud. Pienso que es una de las estrategias más ambiciosas que puede tener cualquier comunidad con respecto a su salud, y es simplemente prevenir. Cuando nosotros estamos enterados y entrenados en cómo prevenir una enfermedad, estamos haciendo un paso maravilloso con respecto a toda la comunidad. Si la comunidad se mantiene saludable y sana, la comunidad siempre va a estar vigente y siempre va a dar un paso en cuanto a bienestar.